اهم مكالمه جات لك بعد ما الكبير نورتي كده فيه قوي؟ اهم مكالمه او حد بعتلك حاجه؟ اهم مكالمه كانت من جوزي، عشان هو مش هنا، مش في مصر يعني. هو شغال في دبي، وكنت مبسوطه قوي ان هو اتفرج على الحلقه وبسطته. دي كانت اهم مكالمه بالنسبه لي، كنت مستنيه رياكشن منه حقيقي، وكانت بسطاني قوي حقيقي. اكيد ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك. من الوسط بقى الفني، مين اللي كلمك؟ والله كتير، انا مش عايزه انسى حد. استاذ صبري فواز، استاذه نشوى لقيتها كتبت بوست، استاذ عمرو اديب عمل تويت على تويتر، استاذه سيمون، مش عايزه انسى ايتن عامر، حبيبه قلبي بموت فيها طبعا، بعشقها. استاذه اكرم حسني برده كتب بوست برده لطيف قوي، يعني ناس كتير. مش عايزه انتي جمعتي اجيال كتير قوي كلها فعلا اتفقت على حاجه واحده، انك دخلتي قلبه. الحمد لله رب العالمين، ده كرم من ربنا.